يعني نعتز بأطفالنا الفلسطينيين في بإبداعاتهم، سواء يعني في مجال الرسم أو الأغنية أو الشعر الفلسطيني أو كتابة القصة والأدب. بهذه الطريقة نحافظ على هويتنا الفلسطينية ونحافظ على ثقافتنا الفلسطينية وعلى تراثنا وحضارتنا. يعني هذه الثقافة الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي اغتيالها بشتى الوسائل، هو يراهن على شطب الذاكرة الفلسطينية. عندما نعلم الأطفال بهذا العمر وبهذا السن على يعني التخيل والرسم والإبداع في كافة مجالات الحياة، نحن ننمي فيهم حسا وطنيا. هم قادة المستقبل وهم من يراهن عليهم في استكمال المشوار بعد هذا العمر وبعد هذه المسيرة، حتى يتسنى لشعبنا الفلسطيني أن يتخلص من هذا الاحتلال الإسرائيلي. بالتأكيد بهذه المناسبة نتقدم بالشكر لمركز رعاية الطفل الذين يبذلون جهد كبير في رعاية الطفولة الفلسطينية، وأيضا نتقدم بالشكر لكل الداعمين ولكل الأصدقاء. واليوم يعني شكر خاص للنرويجيين الذين قدموا يعني مبلغا ماليا لدعم رسومات الأطفال، وهذه توصية للأهل مزيد من الاهتمام بأطفالنا بتوجيه ثقافتهم بتنمية قدراتهم خارج إطار مؤسسة التربية والتعليم الذي تلعب دورا مهما في تنمية قدرات الطفل التعليمية. نحن مطالبين كأهالي وكمؤسسات رعاية الطفولة الفلسطينية حتى نصل بالطفل الفلسطيني الذي عانى من ويلات الاحتلال إلى يعني مستقبل واعد بدولة فلسطينية حرة مستقلة بعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. إحنا اليوم في هذا المعرض بنفتتحه من منحة نرويجية مقدمة عن طريق وزارة الثقافة بقيمة 10,000 دولار. اخترنا إن نعمل الاحتفال بعد عمل الدورات التدريبية عشان يكون في عنا ناتج من إبداعات أطفالنا، وهذه الرسومات اللي احنا شفناها هي نتيجة دورتين ل 35 خريج تقريبا من الأطفال على مستوى مبتدئ ومستوى متوسط. نأمل أن نعقد دورة ثالثة هي بمستوى متقدم. طبعا هذا في هذه المناسبة بتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الثقافة وتعاونها العالي في إيجاد مصادر تمويل لبرامج ثقافية اللي هي كانت هذه من المنحة النرويجية، وشكرا لكم. احنا كوزارة الثقافة في محافظة طولكرم نحن قدمنا منحة من ضمن المنح اللي بتقدمها وزارة الثقافة بشكل مستمر للمؤسسات الثقافية في المحافظة. قامت المنحة الإنتاجية المنحة النرويجية لوزارة الثقافة بتقديم هذا المشروع الموافق عليه للمركز الثقافي لتنمية الطفل لتدريب مجموعة من الموهوبين في محافظة طول كرم، ويعتبر المركز الأول في المحافظة من ناحية الإمكانيات، من ناحية المواد المطلوبة، ستاندات، قاعة، كل هذه الأمور قامت الوزارة بتقديمها للمركز الثقافي من خلال المنحة. بالنسبة للدورة هذه طبعا زي ما شفتوا في أن اللوحات للأطفال الهدف منها هو تقوية أو صقل المواهب عند الأطفال، لأنه عندنا في المدارس بكون عدد كبير من الطلاب ما ملكاش منهم نسبة كبيرة من الموهوبين، يعني بكون حتى لو كان موهوب ما بنقدرش أن نهمل باقي الطلاب ونركز على الموهوب. فالدورة زي هيك بتعطي يعني قدرة على التركيز على أي طالب وتدريبه بشكل كامل. وأيضا هنا يعني في خلال هذه الدورة عملنا على تقسيم مستويات الطلبة لأطفال صغار ولكبار، وشعرنا الحمد لله أنه كان هناك في نقل نوعية في يعني عند الطرفين، المرحلة الصغيرة وأيضا الكبار. وعلى أمل إن شاء الله أنه نستكمل الدورات هاي في يعني في المستقبل وينتقلوا من المستوى اللي وصلوا له اللي هو الرسم المائي بالنسبة للكبار
لمستوى على اللي هو الرسم الزيتي على أمل نكون فنانين المستقبل إن شاء الله. طبعا هو مش غريب على المركز الثقافي هيك دورات لأنه هو أصلا اختصاصه تنمية الطفل وإبداعاتهم وإظهار قدراتهم ومواهبهم. بس هذا المعرض بالذات يعني لقى اهتمام بالنسبة للجميع وإلي أنا بالذات، لأنه أول شيء يعني بيفجر الطاقات، بيعبر عن شعور الأطفال. يعني ممكن في أطفال بيكونوا صغار بيعرفوش يحكوا أو يعبروا، لكن الصورة بتعبر عن يعني الأشياء اللي بيريدوها. كمان أنا تفاجأت برسمة بنتي اللي معلقة اللي هي كانت انتهت دولة إسرائيل، يعني فأنا يعني بنتي ما كنت أعرف إنها بتفهم يعني بهيك أمور سياسية، يعني إنه برضو هي بتقدر تعبر عن كرهها للاحتلال اللي حاسب الوضع المحيط فيها. يعني هذا المعرض هو اللي كشف هذه الأشياء، خلاني أعرف شو اللي بنتي مثلا بتفكر فيه. أخذنا دورة رسم هنا واستفدنا كتير، والأستاذ مراد دروبي يعني كتير استفدنا وأعطانا وطورنا قدراتنا ومهاراتنا. أنا هون اشتركت مشروع ريشة فنان، أنا كتير أحب الرسم، بحس إنه بفرغ يعني كل مشاعر اللي فيي، وكمان بحب إنه يكون ناس بتفرج علي وبشوف لوحاتي، إنه واحد لازم يكون إنه مميز بالإشي اللي بعرفه، وكمان لازم الناس تعرفك، يعني لازم إنه أحسن إشي تعرفه.